لا هذاك ماشي معين، هذاك عاد هذاك شريط ديال اعاده تمثيل الجريمه على اي رفاد راه مفيد، لان كنسمعوا المتهم الاول الرئيسي اللي كيقول لك انا كنت جاي من هذا الجهه، لان في الاول قال لينا انا كنت غادي على بيد ميسحة غادي واحد الساعه وقفت في جنب الطريق باش نطلع عليها ولا ما تنقضي شي حاجه، وحليت الباب ويطيح عليا وعيطت على فلان قلت له فلان هاجي عاوني وحطينا. اليوم كنتفاجئوا كيقول لك لا هو جاي من اتجاه المعاكس ووقف واحد البلاصه ورجع مارشارير وهبط وحل الباب وهز الولد ولاحو في الخلا وكوميم، هذا كيتناقض مع راسو. دابا واش كنتي غير غادي وتفاجئتي ولقيتي ميته، ولا كنتي جاي قصد انك تلوحو في ديك البلاصه وعلم الله الحاله اللي كان فيها؟ ضروري هذا هو الموضوع، هذه المحاكمه هي المناقشه، ضروري غتكون ديما تبقى المناقشه وديما غادي وباقي المرافعات غادي هما غايقولوا بياض وحنا غنقولوا كحال والى اخره، وحنا غادي اذا كان النقاش خاوي غنتفكر شنو كان كيقول، والله ما عقلت شنو كان كيقول. هي ديك البلاصه اللي لقاو فيها التهمي بناني فعلا وي المحضر الدرك الملكي كيلقاه في واحد الحاله ديال التعفن مستمر متقدم عفوا، الراس مقطوع على الجسد، الايدي مقطوعين على الجسد، واحد السنه طايحه عليه، حوايجو مقطعين، المهم واحد الوصف واش غنقول لك. طبيبة التشريح تقول لي بغات، كاين شي امور انا يمكن لي نتفق معها، كاين شي امور يمكن لي نناقشها معها، وكاين شي امور ما كنتفقش معها نهائيا. هادشي عندنا المرافعه غادي نبينو، ماشي لانها قالت هي كتبقى المحكمه واسع النظر، هي كتعطي غير واحد الراي علمي تقني حول واحد الجثه والحاله اللي لقاتها وكذا، داكشي كلشي مطروح للنقاش. وزيدون الطب التشريح راه ماشي شي حاجه مضبوطه، كيكون ديما ابروكسيماتيف، داكشي غير تقريبا كاين شي حاجه، لانك كتحاول الطب التشريح هي كيحاول يبرز الوجود شي امور مجهوله بناء على معطيات علميه، دونك كلشي مطروح للنقاش معها. ايوا انا ما متفقش معها، علاش كتقول لك عندها الحق؟ كتقول لك لان هذيك الوسيله اللي كيمكن ليها على اساسها تسمح للعائله تتعرف على الجثه ديال ولدها. انا كنقول لها لا انا ما متفقش معها، وماشي غير انا، كاين دكاتره وناس ديال العلم بزاف كيقول لك لا ما يمكنلكش باش تبن الحوايج اللي فيهم الدم وفيهم دونك يمكن اثار يمكن لها تفيد البحث. هذا نقاش معنا ما متفقش معاه في هذه النقطه. وكيفاش كتقول لي انا هذاك الجثه اش لقيت علاش لقيت العلاوه واش كتسول الام كتقول لها واش هذاك ولدك، كتقول لها اه ولدي. انا متفق معها ان ديك المعطيات وديك العناصر اللي استعملات باش مكنت الام باش تعرف على الجثه ديال ولدها انا متفق معها، ولكن تقول لي عندها الحق نصب الحوايج ما متفقش معها. وكان شي امور يمكن لي نتناقش معها، هي طبيبه وانا محامي، ولكن راه كنعرف نقرا وكنعرف نبحث وكنعرف نفهم، وكاين شي امور انا ما قنعتنيش فيها. هي الدكتوره كتقول لنا بان الجثه رقمتها رقم 440، ولكن انا كنوصلها عاوتاني، انا متفق معها في هذه النقطه هذه. كتقول لك انا ملي كنوصل الجثه لباب المقبره، من باب المقبره للداخل ما كنعرفش كيطرى، كيجي المحافظ انا ذاك لانه هو اللي كيتولى المسؤوليه ابتداء من باب المقبره للداخل، كيقول لك انا هذيك الجثه 440 هذاك الرقم ديال 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 الطبيبه رقم الجثه، ما القبر انا عندي قبر واحد اخر، ورجعوا للسجلات ديالي في شهر 7 وغادي تقلبوا وغادي تلقاو عفوا السجلات ديال شهر 4 وغادي تشوفوا بالتواريخ وبالمصدر ديال الجثه، غتلقاو الرقم ديال القبر اللي فيه الجثه ديال التهامي بناني اللي كانت جات ديك الساعه مجهوله الهويه. الملف هاد الساعه انا بالنسبه لي امام المحكمه غادي عادي، امر كيتعلق بالقتل العام، جريمه خطيره، وقيل هي اخطر جريمه كينص عليها القانون الجنائي على ما اعتقد، من بين الاخطر، لان فيما يخص الاعتداء اول جريمه اللي كيشير ليها المشرع هي هذه. كاين المستقبل ديال الدراري كيتلعب، ما نكذبوش على راسنا، كاين شي امور ضروري ان غادي يكون واحد، كاين واحد الولد اللي 14 عام ولا امه كتقلب عليه، وهما ثلاثه ديال الدراري جالسين سمحوا لي العباره جالسين كيضحكوا عليها كيدوروها، كاين شي امور اللي كتجعل بان غادي كيكون واحد الضغط في هذا الملف، وكيكون واحد الجو مكهرباء
كهربائي. شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي تستدعي ناس تروحوا في محاضر وامام قضيه التحقيق باش تستعملوا المحكمه وتبني قناعه، هذا شيء طبيعي. جميع الاطراف لا نيابه عامه ولا متهمين ولا دفاع متهمين ولا حنا مطالب بحق المدني، حتى واحد كلنا متفقين على هذا الاجراء هذا، وكل واحد تطوع يبلغ وحده وامور هادشي عادي. نتبعش داكشي انا، ما بيصدق ما عنديش الوقت نتبع داكشي، نتبع داكشي ولكن اللي عندي جوج ديال المتهمين في هذا الملف، وعندي واحد خمسة ديال الضحايا ديال خوت وام الضحيه اللي توفى. انا هادشي اللي عندي في هذا الملف، شي اسماء اخرى اذا تبين من بعد تورطها، واذا تمت المتابعه ديالها، واذا تنصبنا ضدها، ديك الساعه يمكن نتكلم عليك، نتكلم معك عليهم. ولكن في هذه الساعه هذه ما يمكن ليش كمحامي. شكرا بزاف. ماذا بغيتي؟ انا وياك في الكاميرا راه نذكره. مرحبا، تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.